بالنسبة يعني أكيد بين الحرف والتاني في نسب وفي قياسات، كل نوع خط بيبقى ليه مقاساته الطالب بيتعلمها بحيث يبقى عارف مثلا خط الرقعة كل حرف ليه مقاس عامل ازاي، بس لما تيجي تكتب كلمة أو أكتر من كلمة في النهاية المجمل لازم يكون مقاس منسجم مع بعض. طيب زمان كنا عارفين نوعين من الخط، الرقعة والنسخ، ممكن تعرفنا عن أنواع الخطوط العربية بشكل أعمق؟ حلو. قبل ما اقول انواع الخطوط انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. كل خط بيبقى ليه شخصيه، يعني انا دايما اشبه الخط كانسان. ازاي بقى؟ يعني انت مثلا ليك شكل معين، طريقه في الكلام معينه، مظهر معين، فانا بتخيلك مثلا لو انت بتتكلم بطريقه معينه ممكن اقلدك في كلام تاني. الرقعه يعني ليه شخصيه كده معينه، دايما بيصبن في الافيشات بتاع الافلام، في المانشيتات بتاع الصحف، تحسه كلاسيك كده قوي بيخض كده. عارف لما تلاقي مثلا اعلان هام صعب تكتب بالنسخ، النسخ ده الشخص البسيط اللي قاعد بيحكي لك ويفهمك ويشرح لك. مكتوب بالمصحف، حاجه بسيطه، كل الكتب اللي في الدنيا العالم العربي الفونت نفسه نسخ. نسخ. فهو بيفسر وبيوضح. فلما تيجي في المانشيت تلاقي ده، في امثله كتير جدا، تلاقي مانشيت برقعه ضخم، الشرح بقى بتاع العنوان بتاع المانشيت تحت بالنسخ. ذهب الرئيس على جمال عبد الناصر، معرفش كذا كذا، فتبدا تشوف الشرح. ايوه. تيجي بقى لو في حاجه فنيه قوي ومهمه يكتب بالفارسي. خط الفرس في فنيات ومهارات وسحابات كده. أيوة. معينه، فدي شخصيته. نفسي اعمل السحابات دي انا. والله والله نفسي اعمل. عارف انت في ناس خطها يا جماعه تحفه، يا هو بيكتب كده تحس ان هو فاهم، بيعوم وهو بيكتب كده يعني الديواني، تحس انه بيجري. بيتنطط كده. جميل. الديواني فيه بهجه، يعني الناس لما بتكتب ديواني في الشوارع زمان في المحلات او على عربيات الفول، لو في حاجه فيها تفاؤل يكون كاتب بالديواني. حاجه فيها نشاط وحيويه ورشاقه، حاجات المراه تتكتب بالديواني. فكل خط شخصيه بيعبر عن كل حاجه ازاي. ايوه، لانه يعني هو بيوصف الخط بشخصيه، فعلا كانه شخصيه بني ادم. ايوه. طب اخر حاجه بقى في العماره، تيجي تبص في العماره تلاقي المباني الشاهقه الضخمه. أيوة. والحاجات بارزه كده بحجم كبير 3D، ده خط ثلث او كوفي. بس ما تلاقيش اي نوع تاني غير الثلث او الكوفي. حلو، هايل، فتحت نفسك انا. جدا. طب احنا معانا نوع بعض الصور صح؟ احنا معانا صور للخطوط. يلا بينا. ماشي. نشرح كده واحده واحده. يلا. ده الخط الديواني، الوقايه خير من العلاج. ده حلو قوي، ده التفاؤل. جميل. ده كان تتر الفيلم ومكتوب بطريقه قديمه. في الفارسي بتاع الحاجات الفنيه والسحابات بتاعت الحبر، كانت المخرجه عاوزه الخط يبقى فيه افكت الحبر يكون واضح، اللي هو من الورقه زي تترات الافلام الابيض والاسود القديمه. مفيش ديجيتال. طب الخط ده اللي هو عبد الغني شاير ده ايه؟ فارسي. فارسي. شكرا. لما بعمل برزنتيشن بقى في النهايه كده بكتب بابتسامه اللي هو الخط الديواني. ده الديواني. ايوه بالظبط. هنا الكوفي بيبقى فيه حاجه هندسيه، يعني وحدها الحياه التي يحياها المرء، في كلام مكتوب وفي الاخر فيه ذات قيمه، فتلاقي فيه خط فيه وقار. ده الكوفي. ده كان تصميم زميلي ايهاب حمزاوي. ده تصميم شعار اسمه نرسم، وواضح من الاسم ان هو منصه بيبيع اعداد فنيه. فالفارسي هنا كان مهم قوي، ولو تاخد بالك حرف الميم فيه الفرشه البرش. هو بيبيع ادوات فنيه. هتلاقي الميم عامله زي البرش كده، والسحبه اللي انت بتتكلم عليها هي موجوده، والرشاقه في الحروف، والنقطه معموله زي بقعه بالفرشه كده. ايوه، هيبان لك نقطه من بعيد، لكن وانت قريب. حلو قوي. بردا وسلاما. اهل مصر. ده ايه الخط ده؟ فارسي. فارسي. وده هنا لا تنطفئ، دي بقى احنا قلنا الرقعه بيفاجئ. فلا تنطفئ، ربما كنت لاحدهم سراجا وانت الرقعه. بالظبط. انت بتقيس بقى يعني الصفحه اللي هتكتب فيها او المكان اللي تكتب فيه، وبناء عليه تحدد بقى يعني المساحه اللي هتكتب فيها الكلمه او الجمله. المساحه هنا ده بيكون ديزاين، يعني دي حاجه مثلا شعبيه. ده بالرقعه طبعا، وطبعا ستايل عربيات الفول واضح هنا بشكل مباشر. بالنسبه للبقيس دوت ونسب الحاجه على الورق. ايوه. وعلى الديزاين على التصميم بيبدا ان انا انظم المساحات. حلو قوي. حلو جدا. طيب ممكن الشخص يتعلم مثلا من خلال المنصه بتاعتك الخط العربي في قد ايه؟ انا بحاول ان يكون نفس التعلم اللي بيتم على الارض الواقع فيس تو فيس يتم عن طريق الاونلاين. لان بحاول اشوف ايه الطرق اللي بتخلي الواحد يتعلم بشكل سريع. اللي هي لما بيكون في علاقه مباشره بين الطالب والاستاذ بيبقى في تصحيح بشكل مباشر، ببدا اشوف اخطائك اوجهك. الحاجات دي بحاول نعملها اونلاين، انه يكون شاف الكورس مسجل، فيديوهات مسجله، بيبدا ان انا اتواصل معاه بقى عن طريق ميتينجز اونلاين واتكلم معاه واناقشه.
وانا مسبقا بسبب التجارب الكتير انا درست الاف الطلبه مثلا، فشفت الاف الاخطاء ومشاكل كتير جدا، فبحاول ان انا اتفاداها واعالجها معاه، بحيث لما هو يشوف لما انا اشوف تمارينه اعرف الاخطاء فين فاقولها له. فبحاول ان انا احاكي التجربه اللي بتحصل على ارض الواقع تبقى من خلال الاونلاين. طب قول لي انت ما كنتش خايف مثلا مع انتشار الوسائل التكنولوجيه الحديثه المختلفه المرعبه دي كلها، ان ممكن يعني الخط العربي والخاص يعني بجانب بقى اللغه العربيه ان هي ممكن في بعض منها كده يعني يندثر شويه وما يبقاش موجود، ولا استحاله؟ بص ما كنتش خايف، هو المفروض ان ده الدفع بالنسبه لي. يعني انا لو قعدت كده في مكاني وفجاه التكنولوجيا سبقت فانا خلاص كده انا اتنسيت. وده يعني كل مجال في الدنيا كده يعني، حتى كل شيء. فانا لو وقفت في مكاني خلاص انا يعني كام سنه مش هلحق اجري. فالواقع اللي بيحصل ده لازم الواحد يواكب بشكل سريع جدا. فكان لازم اقتحم هذا المجال حتى لو ببذره بسيطه واصبر عليها سنوات. جت الكورونا وسبحان الله سرعت الايقاع بشكل رهيب.